انا مش فايقه لك انت وامك يا صاصه دلوقتي، هرجع اكلمكم بعدين. ها قلت يا ام عبير؟ اسمها عزيزه. جبت ام عبير دي منين؟ لا بجد ملامحها وشكلها مديه على ام عبير قوي. صدق صح. وخلي بالك يا ام عبير، قصدي عزيزه، لو فضلت مصممه على الكلام اللي في دماغك ده هنضطر نعمل لك محضر نتهمك فيه بالكذب والتلفيق. بالظبط، وهيبقى محضر ضد محضر. فهمتي؟ ايوه. في الحاله دي بقى هتباتوا كلكم هنا الليله، وبكره الصبح هتتعرضوا على النيابه. النيابه بقى هي اللي هتتصرف. وسهل جدا اجيب اثبات من المدرسه ان انا المدرسه بتاعته، ورحت عنده البيت بتكليف من المدرسه برضك علشان اطمن على زميلته اللي اختفت. يا جماعه يا جماعه، وحياه ديني انا ما بفتري على الواد ده. طب انت المدرسه بتاعته، طب واللي كانت عنده امبارح مين؟ ها؟ واللي استغفلنا وبيتها عنده من كام يوم وما حسناش بيها غير وهي نازله ولابسه لنا النقاب، تطلع مين دي كمان؟